وماذا تقول في الإيمان؟ أقول إن الإيمان عقد بالقلب ونطق باللسان ويقين في النفس حتى تطمئن ويقين في العقل حتى يتدبر. ثم ماذا؟ ثم ما عندك؟ الشهادتان، العمل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يصح إسلام مسلم إلا بنطقهما، وأعتقد أن هذا مبحث آخر. والآن ما قول إمامنا في الإيمان؟ الإيمان قول وعمل، اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، والعمل شرط لازم في كمال. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالواو هنا فصلت بين الإيمان والعمل، الإيمان شيء والعمل شيء آخر. الإيمان قول والعمل من شرائعه. إذن برأيك الواو الفاصلة هي الحجة؟ أعتقد ذلك، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهل هو إله في المشرق وإله في المغرب؟ أستغفر الله والعياذ بالله. أستغفر الله العظيم. قلت إن الواو فاصلة وهي ليست كذلك. إذن فالإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. الواو الفاصلة ليست حجة كاملة فلا تتمسك بها. لكن قل لي، كيف للإيمان أن يزيد أو ينقص إن كان يقينا ومعرفة وإقرار؟ فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عفوا يا إمام، ولكن هذا خلط آخر بين الإيمان والعمل لتفرع المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. أنا لا أخلط ولا أفرع عليك المسائل، الأعمال من الإيمان وداخلة تحت اسمه، وكذلك المعرفة والإقرار. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتدبر وننظر في كتاب الله قبل أن نتكلم في هذه المسألة. نحن أكثر من فتح للناس باب التدبر والنظر، أما ما سكته لي من حجج من كتاب الله فسوف أنظر في بيان تأويلها. يا حفص، نظل جميعنا دوماً في حاجة إلى النظر والتدبر في كتاب الله مهما بلغنا من العلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تدبر يا حفص، تدبر قبل فوات الأوان. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.